اللي يدق الباب يتلقى الجواب، واللي يتوجه له تحليل أمني وفني مثل اللي انتشر اليوم لازم ما يطلع عليه الصبح إلا والجواب حاضر عنده على كل ملاحظة ودليل. ومثل ما فندوا تصريحاتك يا حكومة، فندي أنت مدعياتهم بشفافية وقوة. المقصود هو التحليل الأمني اللي فكك حادثة استهداف منزل رئيس الوزراء، واللي واضح أنه اللي كتبته جهة خبيرة بهيج مجال، ومرجح إنها تابعة لمحور المقاومة، واللي اتهمت الحكومة ضمنياً بالوقوف وراء الاعتداء. التقرير يتكون من 12 ملاحظة راح نختصرها لكم. أولاً، الطائرات المسيرة مو إيرانية بل فرنسية من نوع كواد كوبتر، ومداها 5 كيلومتر، وإذا تم تطوير بطاريتها فتصير 7 كيلومتر، يعني روحة ورجعة 14 كيلومتر، بافتراض اللي قاله يحيى رسول إنه واحدة منهن رجعت سالمة، هاي بحالة كانت فارغة. أما إذا شالت 4 كيلوات متفجرات وصادفتها رياح فالمسافة تقل. زين شلون حسبتوها وتقولون على لسان يحيى رسول أن الطائرات انطلقت من شمال شرق بغداد، بينما بيت الكاظمي يبعد بالقليل 7 كيلومتر؟ عوفوا هاي السرعة القصوى للطائرة 40 كيلومتر بالساعة، فشنو اللي منعكم تلحقون الطيارة اللي رجعت سالمة وتلزموها من الياخة أو تعرفون مكانها وتجيبون الويلاد اللي أطلقوها؟ الملاحظة الأخرى، هذا النوع من المسيرات يطير ناصي ومو سريعة، فليش ما صديتوها بأسلحة متوسطة المدى لو حتى الخفيفة هم متلوحة؟ أما بالنسبة لمنظومة السيرام، فأنتوا تقولون الطيارات بعيدة من الخضراء والسيرام ما تشتغل خارج نطاق الخضراء. طيب شمعنا بالحوادث السابقة السيرام وقعت طيارات وصواريخ خارج الخضراء بمسافة؟ يعني هاي قملتها بقعة لوعدها ظهر. بعدين وين أشلاء الطيارة؟ وليش فجرتوا المقذوفات اللي ما انفجرت بدجلة؟ يدون الصيدون بيها سمك؟ مو المفروض هذه مبرزات جرمية لازم تتقدم إلى لجنة التحقيق وتنفحص؟ ليش ما خليتوا أحد يوصلها؟ لا قسم الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية ولا حتى الإعلام. شلون نتأكد من دقة مدعياتكم؟ الشيء الثاني، قلتوا ان الاصابات اللي صارت بافراد الحماية طفيفة، علما انه هيش تفجيرات عادة تسوي اضرار بالغة بالاوردة الدموية مال العين وتسوي مشاكل بالاذن والانف بسبب العصف طبعا. زين الصور اللي عرضتوها لبقايا الطائرتين مو المفروض تصير بيهم طعجات خسفات بسبب الاصطدام؟ اشو كل شي ماكو، شانها تاوها طالعة من الباكير. هاي اهم الملاحظات الاثناعش اللي طرحها التحليل الامني، وعليه دق بابكم فلازم تجاوبون. وعمليا المفروض الحكومة تشكل لجنة مستعجلة وترد على التحليل بالتفصيل، لان ما معقول ولا مقبول هيك حادثة هزت العراق والعالم تبقى قائمة على مجرد تحليلات وافتراضات. أو مثل ما بدينا، اللي يدق الباب بتحليل لازم يسمع الجواب بتقرير تكتب لجنة مهنية شغلها دقيق، وعلى قولتهم اللي يسير على صاحبه لازم يرد عليه بتسيارة، مدري بمسيرة